أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسبح لله ما في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
وإن مثل الذين حملوا
والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والله خير الرازقين صدق